سنرى في هذا الفيديو الأول ما هي الصيغ التي يمكن أن أصدر بها مشروعي ما هي الصيغ التي يمكن أن أصدر بها مشروعي بعد إنجاز عمل ما على الأدوب أنيميت مثلا هنا صورة أو رسم بعد إنجاز عمل ما أو لوحة فنية أو أي شيء نذهب إلى فيشي فنجد هنا إكسبورتي هو لا يختلف عن البرامج العادية في العادة نذهب إلى أنجستري سو ثم نختار الصيغ هنا ولكن هنا لن تجد شيئا نذهب إلى إكسبورت هنا فنجد هنا إيماج إيماج إريتي فيديو و جيف هذه أنيمي هذه هي الصيغة التي يمكن أن نخرج بها هنا لا نتحدث عن أنواع المشروع يعني أن أخرجه على شكل تطبيق هنا نتحدث فقط ما يوجد العلم في هنا في مجال العمل كيف يمكنني إخراجه وإن كان أنيميشن وإن كان أنيميشن وإن عملنا عليه على السناري نذهب إلى نذهب إلى إكسبورتي ثم نبدأ بإيماج إكسبورتي هنا إمكانات متقدمة متطورة لأنواع الصور جيف جيف متحركة هنا أنواع أخرى هذا إذا أردنا التدقيق بعض الشيء في طريقة الإخراج إذا أردت الإسراع ولا وليس معلوماتي محدودة ده مباشرة إلى إيماج إيغيتي وهنا يعطيني صيغة جي بيج وأختار أنغوجيستخي فتخرج على شكل صورة نعود إلى فيشي ثم إكسبورتي ثم إلى هنا أنيميشن أو الأنيماسيون أنيماسيون هي على صيغة إس دبليو في إف ولكن لاحظوا جيد ما يحدث عندما نختار سيعطيني سلسلة صور من صورة من جي بيج من صور عادية يمكن يمكننا يمكنني الصعود إلى هنا إس دبليو في من الأفضل الصعود إلى إس في على شكل إس في هنا سنعرفها لاحقا هي الصيغة الصيغة التي تخرج بها متحركة من من برنامج أنيميت الصيغة القديمة المشهورة قبل أن يصبح اسمه أدوب أنيميت يعني منذ أن بدأ بدأ بدأوا في تطوير برنامج وكان اسمه فلاش أو ما ودي فلاش ثم أنيميت إلى آخره فالصيغة بقيت هي دائما صيغة إس في هي صيغة الفلاش مثلا نختار انغريستريت نسجل نعود الى فيشي ثم الى اكسبورتي هنا قلنا انيماسيون هنا فيديو ايضا عمليه الفيديوهات التي تاتيكم هذه الايام في الواتساب ووسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات قصيره تحفيزيه او تشرح بعض الامور المتعلقه بالسيام يتم انجازها غالبا في الأدب انيميت نعمل عليها على السيناريو هنا كما سنرى لاحقا ثم نقوم بإخراجها على شكل فيديو ثم فيديو هنا جيف جيف توجد ايضا في وسائل التواصل الاجتماعي عندما تجدون صور صغيره ورود تتحرك او كلمات تذهب كلمه وتظهر كلمه هذه ايضا عمل عليها اما في برامج اخرى او في الانيميت هي تكون سلسله صور توضع هنا متحركه ثم نقوم بإخراجها على شكل جيف عيوب جيف أن عدد الألوان يكون قليل أحد أقصى 256 ولكن تكون عملية إذا كانت صغيرة الحجم كان هذا كل ما يتعلق بصيغ الإخراج من برنامج ادوب أنيميت على عمل قمنا به هنا عمل بسيط يمكن إخراجه على شكل صور أو أنيميسيون أو فيديو أو صور متحركة وإلى فيديو لاحق إن شاء الله